يعني احنا بنتكلم في عدد سنوات كتير جدا بتشجع فيها الاهلي، ومعروف الجمله دي عن الاهلي، الاهلي لا يعرف المستحيل وجمهوره ما يعرفش المستحيل. نعم. ايه اللي حصل بالظبط وايه الظروف القاسيه اللي عدى بيها الاهلي خلت الكلمه دي تبقى حقيقه وانت كنت عايشها؟ يعني انا عايزه حد يحكي لي من هو جزء منها. هقول لحضرتك، هي ممكن ناس من الجيل الجديد يقول لك ده مش حقيقي، جمله عاديه مثلا. اها انا يعني او الخصوم احيانا بيغيظونا، انت عارف لما لا معلش دول اخواتنا وحبايبنا، عايزين نفهمهم ازاي. لا في بعض الامثله اللي حدثت مع النادي الاهلي بتدينا نوع من الامل، وان الياس مش كلمه زي ما الناس بترددها، الاهلي ما يعرفش الياس دي حقيقه. يعني مثلا في اواخر الثمانينات ومطلع التسعينات في بطوله ابطال الكؤوس قبل ما تاخد الاسم الجديد كونفدراليه، يعني ابطال الكؤوس، احد المباريات اتغلبنا بره على ما اتذكر 2-0، وجينا هنا كسبنا 2-0 ولعبنا ضربات جزاء في مطلع التسعينات الكلام ده، وكان بيلعب الخطيب وعلاء ميهوب هو اللي دخل الجون الثاني والاهلي ربنا كرمه. فدي علامات بتدي نوع من الامل صحيح لاي ازمه من الازمات. اكبر موقف الموقف بتاع 2006 مع الصفاقسي، هنا الماتش 1-1 واحنا خلاص بقى قلنا ده هم لو تعادلوا معانا 0-0 بتوصل صعبه بتاعت شمال افريقيا دي، يعني هنخش مع الصفاقسي لو هم تعادلوا معانا 0-0 الماتش بتاعهم. فرايحين واحنا كجماهير اهلاويه يعني يعتمل قليلا من الياس في نفوسنا، يعني قليلا لكن عندنا الثقه المطلقه في الفريق. فراحهم والجون الشهير بتاع رفعه شادي محمد لفلافيو لما رجعها لابو تريكا وابو تريكا شاطها في الجون سنه 2006. الماتش ده كان ليه تبعات ايجابيه من ضمنها ايه؟ جبنا احنا ابو جلبان والزمالك جاب بن زكري من الصفاقسي، حتى كان بادره احتراف التوانسه عندنا في مصر من نتاج هذا الماتش. يعني ده برضك كان من احد الماتشات المهمه جدا. صح، يعني الحاجات دي بتحيي في نفوسنا طبعا طبعا وتخلي تبعد الياس عننا. برضك مواقف اخرى، مثلا اتذكر في 2013 فريق جنوب افريقي اسمه اورلاندو، الاهلي اتغلب منه، كان بضربات جزاء اتغلبنا منه، وبعدين السنة اللي بعدها خدنا البطولة في 2014.